مثلث الشيطان، مثلث الموت، بحر الأشباح، ومقبرة الأطلسي، دي كلها أسماء أطلقت على مثلث برمودا نظرا للكوارث والحوادث الغامضة اللي حصلت على مدى 150 سنة. بيقع مثلث برمودا في المحيط الأطلسي بين برمودا وبورتوريكو وفلوريدا. هو مثلث وهمي غير موجود في الحقيقة، متساوي الأضلاع، وكل ضلع طوله حوالي 1500 كيلومتر ومساحته حوالي 2 مليون كيلومتر مربع. بدأت أسطورة مثلث برمودا باختفاء السفن اللي وصلوا لحوالي 50 سفينة في سنة 1850. بعدها بدأت ظاهرة اختفاء الطيارات اللي بدأت بخمس طيارات حربية أمريكية سنة 1945. بعدها حصلت سلسلة من اختفاءات الطيارات زي طيارة داكوتا إنسي 16002 اللي اختفت سنة 1948، وطيارة بلان 680 اللي اختفت سنة 1965، لحد ما وصل إجمالي الأشخاص المختفين في مثلث برمودا إلى أكتر من 1000 شخص في القرن العشرين. في نظريات كتير لتفسير لغز مثلث برمودا، منها وجود قوة مغناطيسية عالية جداً بتعطل الأجهزة الإلكترونية، أو وجود كائنات فضائية بتسحب أي شيء بيدخل المنطقة دي للفضاء الخارجي. ولكن لحد النهاردة مفيش أي شيء بيأكد صحة أي واحدة من النظريات دي، واللغز مازال قائم لحد الآن.